project is really a beautiful partnership among all those different stakeholders, and we're really very happy with the results of this project and the outcomes of it, and we look forward for further participation, further projects like this one, funded by the Embassy of Korea, the Ministry of Foreign Affairs of Korea, and the municipality and youth of Anjar, and hopefully replicating this beautiful experience in other regions in Lebanon. Anjar مصنفة كمنطقة فيها خطر حرائق خصوصا بفترة الصيفية. مشان هيك جمعية التحريج بلبنان LRI اشتغلت من خلال هيدا المشروع على تخفيف المواد القابلة للاشتعال من خلال تنظيف جوانب الطرقات، تنظيف الأماكن الأثرية بالتعاون مع مديرية الأثرات، وتشحيل الغابات بالتعاون مع وزارة الزراعة. المزروعات اللي انزرعت، النباتات العطرية والطبية والفواكه، ممكن تأمن مدخول مستقبلا لعدة أشخاص من بلدة عنجر. من الناحية البيئية راح تزيد الغطاء الحرجي ببلدة عنجر، وراح تأمن موائل مهمة للحياة البرية وممرات آمنة للطيور. نحن عنا مزرعة دود، منربي دود الأرض. نحن منتعمي كل الأورجانيك ويست، فواكه خضرة، كراتين، قشرة بيت وورق شجر، كله منتعمي للدود، منرجعها أحسن أورجانيك فرتيلايزر. أهم شيء موجود قلبه نترات فوسفات بوتاس هيميك أسيد، النبتة اللي بيعوزها كله موجود قلب هذا البرودكت. باسم أهالي عنجر وباسم البلدية بحب أشكر السفارة الكورية بشكل خاص و FAO بشكل خاص كمان، لأنه هن كانوا قاموا بهالمبادرة بمشروع تشجير وتنظيف بلدة عنجر. أنه نحن لما منحط الشتلة بعنجر عم نغرس جذور الشجرة بالأرض، فنحن كبشر كمان منكون عم نتمسك أكتر بهالوطن. بدي نحيي هالتعاون مع منظمة الفاو الضابط الكوري وبلدية عنجر، وأتمنى التوفيق بانتهاء وإنجاز هالمشروع. Project started in the context of helping Syrian refugees. So, frankly speaking, we Koreans, we did not know much about this beautiful city of Anjar. But we discovered also
The beauty of Anjar in helping Syrian people. So in this context, once again, I want to appreciate the FAO's initiative, because intermediation, that we could come in contact with this beautiful Anjar, and we could find this valuable, very, very precious efforts that must be done to make it better, this Lebanese forest, which is one of the most precious heritage in this Middle East world. الحياة من دون غابات هي مثل بيت بلا شبابيك. ما فينا نتنفس وما فينا نكفي نعيش. A world without forest is death itself. It's the end of the world, and it means nothing. الحياة بلا شجر مثل السمك خارج الماء. العالم بدون غابات مثل السيارة بلا بنزين. حياة بلا غابات بيشبه نسر بلا جناح. حياة بلا غابات مثل يكون عندك قلب بس ما عندك رقبة.